الناس كيف يحشرون؟ يحشرون عراة بدون ملابس، يحشرون حفاة غر، يحشرون إلى أرض المحشر. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني الرجال والنساء يحشرون عراة؟ فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الأمر أعظم مما تتخيلين يا ابنة الصديق. الموضوع أكبر مما تتصورين، ما حد فاضي أصلا يطول في أحد، ما حد أصلا عنده قدرة أن يطالع في أحد. الله عز وجل قال: وترى الناس سكارى وما هم بإيش؟ وما هم بسكارى. يا أخوان، العرق، عرق الواحد لما يوقف ذلك الموقف، عرقه يغوص في الأرض 70 ذراع، بعدين يبدأ العرق يطلع على الأرض. في ناس عرقوا إلى كعبيه، وفي ناس إلى ركبتيه، وفي ناس إلى منكبيه، وفي ناس إلى حقويه، وفي ناس إلى منكبيه، وفي ناس يغطيه ويلجمه العرق الجام. كم يوم؟ تدري كم يوم؟ 50,000 سنة. ذا الحين هم واقفين والشمس نزلت من رؤوس الخلائق، إيش قاعدين يستنون 50,000 سنة؟ تدرون يستنون إيه؟ يستنون الله سبحانه وتعالى يأمر بالحساب. يبدأ بالحساب بعد كم؟ بعد 50,000 سنة. طبعا هذول الناس اللي قاعدين واقفين، في ناس في مكان ثاني، في ناس في مكان ثاني، أهل الإيمان، أهل الخير، أهل الصلاح، أهل التقى، فين مكانهم؟ تحت ظل عرش الرحمن يوم لا إيش؟ يوم لا ظل إلا ظل، ما في ظل في ذلك الموقف إلا ظل واحد، ظل عرش الرحمن. هذولا تحت الشمس وذولا تحت ظل عرش الرحمن. هذولا يقفون كم سنة قلنا؟ 50,000 سنة. وذولا كيف تمر عليهم الفترة هذه؟ تمر عليهم كفترة ما بين صلاة الظهر والعصر. الله يجعلنا منهم. الله عز وجل جعلهم من أمن، من خوف يومئذ آمنون. وهذول اللي تحت الشمس بعد 50,000 سنة الآن في عذاب، يلتفتون بعض، شوفوا لنا أحد يشفع لنا، أحد يشفع لنا عند الله عز وجل عشان يحاسبنا. ما هي فارقة معاهم جنة نار، مي مشكلة، أهم شيء الله يبدأ في الحساب. خلاص هم يتعذبون، فيروحون لآدم: يا آدم، أما ترى ما نحن فيه؟ ما تشوف العذاب اللي احنا قاعدين نتعذبه؟ اشفع لنا عند ربك، انت الله خلقك بيده. فآدم ايش يقول لهم عليه السلام؟ يقول لهم: لقد غضب الله غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. الآن آدم ايش قال لهم؟ نفسي نفسي نفسي. يروحون النوح: يا نوح، أنت أول المرسلين. فيقول لهم آدم، فيقول لهم نوح: الله عز وجل غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي. يروحون لموسى، يروحون لعيسى عليهم السلام، كل واحد يقول إيش؟ يقول نفسي نفسي نفسي. حتى عيسى عليهم السلام يقول لهم: اذهبوا إلى محمد. فيأتون للرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيذهب صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمد الله عز وجل قبلها بمثلها. فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أمتي أمتي أمتي. ما يشفع نفسه حتى في ذلك الموطن العظيم صلى الله عليه وسلم، أكبر همه أمته. فيقول: أمتي أمتي. كل الأنبياء إيش قالوا؟ نفسي 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 عليهم السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي أمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.